أعزائي المشاهدين، حياكم الله وأهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج الاقتصاد في ساعة. نتابع مشاهدين على مدار شهرين وتحديدا حتى الأسبوع السابع أن أسعار النفط العالمية تظهر تراجع سريع وغير مسبوق، رغم أن تكاليف إنتاج جانب كبير من هذه الإمدادات العالمية يزيد على مستويات الأسعار الحالية في الأسواق. نرى أن سعر خام برنت انحدر بأكثر من 10% ليكسر حاجز $50 للبرميل لأول مرة منذ أبريل 2009. إذا خام برنت كان متأثر بفائض الإنتاج وتراجع حتى الطلب. وفي سياق ذي الصلة لانحدار خام برنت، نجد أن العراق الذي يعتبر واحدا من الدول التي سجلت صادراته النفطية العراقية قفزة كبيرة في شهر ديسمبر الماضي بحسب بيانات رسمية لوزارة النفط العراقية، تصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 35 عاما، ومن المرجح أن تسجل قفزة حتى أخرى في الشهر هذا الحالي بعد إعلان بدء تصدير النفط من حقول كركوك عبر أنابيب إقليم كردستان. ساهمت هذه الزيادة التصديرية مشاهدينا بشكل مباشر في انخفاض آخر على أسعار برميل النفط العالمي. إذا طبيعة العوامل مشاهدينا التي تهوي بأسعار الذهب الأسود هي محور نقاشنا لهذه الحلقة من الاقتصاد في ساعة. وللحديث أكثر ينضم معي عبر الهاتف من عمان الباحث والأكاديمي في الشأن العراقي دكتور طاهر البياتي. مرحبا بك. أهلا وسهلا. نعم دكتور طاهر، ونحن نتحدث عن هذا التهاوي غير المسبوق في أسعار برميل النفط، وكان بالفعل يعني متوقع من قبل العديد من المحللين الاقتصاديين، لكن المراقبون يجدون أن صناعة النفط العالمية اقتربت يعني في هذه الفترة بسرعة غير متوقعة من نقطة حرجة كما أسموها تهدد الجدوى الاقتصادية لجانب كبير من الإمدادات العالمية من الحقول مرتفعة التكلفة، ونعني حقول استخراج النفط الصخري. طيب دكتور طاهر، يعني ما الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك؟ بالحقيقة كانت الدول النفطية وضعت في حسابها بأن برميل النفط سوف يصل إلى $60، وبالتالي بنت استراتيجياتها الاقتصادية على هذا الأساس. لكن الذي حصل بأن أسعار النفط بدأت تتهاوى إلى أن انخفضت إلى أقل من $50. وهذا الانخفاض اللي تجاوز السقف اللي كان غير المتوقع ادى الى تنشيط شركات النفط الصخري التي نشرت اخر المعلومات على ان كلفه انتاج الطن من النفط الصخري يتراوح بين $50 إلى $70 في الولايات المتحده الامريكيه وحسب المناطق، لكنه لا زالت هذه المعادله غير واقعية بسبب أن الدول النفطية وخاصة الأوبك تعمل على تخفيض النفط إلى أقل من $50، واليوم وصل إلى أقل من $50، وهناك توقعات أن يتراجع إلى $40، وإذا وصل إلى هذا فهذا يعني بأن شركات النفط الصخرية سوف لا تستطع الدخول أو الاستمرار بعملية استخراج النفط الصخري، لأن سوف تكون كلفة النفط المستخرج النفط الأسود هي أكبر أو أكثر العفو من كلفة النفط الصخري. لذلك الآن هذه المعادلة أثرت على عائدات الدول النفطية وجعلت كثير من الخطط الاقتصادية تتوقف أو تتلكأ أو يعاد النظر فيها من جديد حتى يستطيعون أن يوضعون أهداف تعتبر موضوعية وتتناسب مع حجم الإيرادات. والدليل على ذلك ما يحصل الآن بالعراق في الموازنة المالية بالعراق. الدول النفطية الخليجية لديها من الاحتياطيات النفطية من الاحتياطيات المالية من السنوات الأخرى تستطيع مواجهة العجز في الإيرادات النفطية التي حصلت نتيجة انخفاض أسعار النفط، وبالتالي فمن الممكن أن تتحمل لمدة سنتين أو ثلاثة هذه الفروقات في أسعار النفط مع تقليص بعض الأهداف الغير الضرورية في خططها الاقتصادية. نعم، يعني في نفس السياق ما تفضلت به دكتور طاهر أيضا يجمع عليه العديد من المحللين الاقتصاديين ويقولون أن سرعة انهيار أسعار النفط ستعجل من معركة كسر العظم بين منتجي النفط التقليدي وهي منظمة أوبك وبين منتجي النفط الصخري. يعني إلى أي درجة يمكن فعلا التكهن بفعالية تراجع الأسعار على مستقبل نشاط منتجي النفط الصخري خلال وقت قريب مثلا؟
منظمة الأوبك، من الذي يقود منظمة الأوبك والذي يتحكم باتجاهاتها هم طبقة أو شريحة الحمائن من منتجي النفط. وشريحة الحمائن اللي هي دول الخليج وعلى رأسها السعودية لديها منظور واضح أو استراتيجية واضحة بأن منتجي الأوبك أو دول الأوبك النفطية المنتجة وخاصة الدول الرئيسية عليها أن تبقى مسيطرة على سوق النفط، وأن لا تسمح اقتصاديا لمنتجي الخام الصخري أو النفط الصخري بالدخول إلى سوق النفط. والدليل على ذلك الاجتماع الأخير للأوبك، أصرت الدول الكبرى في منظمة الأوبك المنتجة للنفط وخاصة السعودية على الاستمرار في ضخ مزيد من النفط وأي زيادة المعروض، وهذه الزيادة بالمعروض أدى إلى انخفاض بالأسعار، والانخفاض بالأسعار وصل إلى مرحلة، وإذا استمر خلال هالشهرين القادمين إلى مستوى الأربعين، فاللي أتوقع بأن استراتيجية الأوبك تعمل باتجاه عدم دخول منتجي النفط الصخري إلى سوق النفط العالمي. نعم، يعني أيضا هل يمكن اعتبار أنه الانحدار الحالي في الأسعار، أسعار برميل النفط، قد تكون حتى في مصلحة كبار منتجي أوبك، يعني ومنها يعني مثلا المملكة العربية السعودية، لأنها تقصر بالتالي عمر المعركة التي أعلنوها هؤلاء المنتجين الكبار في أوبك على منتجي النفط الصخري منذ رفض خفض الإنتاج في اجتماع نوفمبر الماضي؟ دكتور طاهر، هو بالحقيقة الهدف هو ليس فقط منتجي النفط الصخري، وإنما هناك أهداف أخرى تسعى هذه الدول إلى تحقيقها، وهي أهداف سياسية خاصة فيما يتعلق ببعض الدول المنتجة الكبرى للنفط كالاتحاد السوفيتي وإيران. فهناك اعتبارات سياسية أيضا تضاف إلى الاعتبارات الاقتصادية التي تدخل متلازمة مع بعضها البعض، وبالتالي فإن انخفاض أسعار النفط لا يصب في مصلحة كل الدول. والسبب في ذلك لأن انخفاض إيرادات الدول بالوقت الحاضر قد وصل إلى النصف، لم يكن أكثر من النصف، وهذا لم يكن موضوع وفي خطط هذه الدول، فإن ذلك سوف يؤدي إلى تعثر الخطط الاقتصادية، وخاصة في الدول التي تشكل النفقات التشغيلية أكثر من 50% مثل ما يحصل بالعراق، لأنه العراق النفقات التشغيلية تشكل 60% من الميزانية. فإذا انخفضت أسعار النفط بمقدار 50%، فيعني ذلك أن الدولة لا تستطيع أن تغطي حتى النفقات التشغيلية وليس النفقات الرأسمالية. نعم، حتى ولو كان على حساب ارتفاع الصادرات النفطية مثلا، يعني ما هو ارتفاع الصادرات هو ليس جانب إيجابي. لماذا؟ لأنه كل زيادة بالصادرات يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار النفط. فالزيادة بالصادرات لا تعمل على زيادة العائد بقدر ما تعمل على انخفاض الأسعار، وبالتالي قد تجعل العائد كما هو أو أقل أو بأكثر بقليل، لكنه التضحية والتكاليف التي تتحملها الدولة لا تتناسب مع هذه الزيادة بالمعروف. نعم، يعني سنخصص الحديث أكثر بشكل مفصل عن الوضع العراقي الاقتصادي وما يرتبط بهذه الأزمة العالمية في أسعار النفط، لكن أعود لقضية منظمة أوبك. تساءل وزير النفط السعودي علي النعيمي إن كان من المنطقي، يعني هو تساءل، أن يخفض المنتج بكفاءة عالية إنتاجه، ويعني هو طبعا منظمة أوبك وهم، بينما يستمر المنتج بكفاءة رديئة في الإنتاج، ويعني يشير طبعا إلى النفط الصخري، يعني نحن نخفض إنتاجنا ومنتجي النفط الصخري هم لا يخفضون. يعني بهذه الطريقة يمكن أن نفهم أن هذه الدول في أوبك القيادية تسعى للحفاظ على حصتها في سوق النفط. هو هذا وارد، لأنه الدول الكبرى في الأوبك التي تمثل إنتاج نسبة كبيرة من إنتاج الأوبك تلعب دور كبير جدا في تحديد مسارات وسياسات منظمة الأوبك، ولذلك فإن تصريح الوزير يصف في هذه الاستراتيجية التي تجعل هذه الدول المؤثرة في الأوبك أن تستمر، لأنها تمتلك من الكفاءة والمرونة في التحكم بالإنتاج بطريقة بحيث تستطيع أن تبعد المنافسين الآخرين من الجهة الثانية من الدخول إلى الأسواق، أي إلى أسواق النفط. لكن السؤال، هل هو هذا المقصود من يعني بانخفاض البترول؟ هل المقصود بانخفاض النفط هو إبعاد فقط
منتجي النفط الصخري. فإذا كانوا منتجي النفط الصخري فأمريكا أعلنت بأنها سنة 2015 سوف يزيد إنتاجها بحدود 12 مليون برميل، وهذا سوف يؤدي أيضا إلى زيادة المعروض وانخفاض ومزيد من الانخفاض بالأسعار. وهذه الزيادة لا تأتي من النفط الصخري بقدر ما تأتي من الزيادات التي سوف تأتي من الاكتشافات الموجودة للولايات المتحدة، مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها إمكانية أن تنتج 5 مليون من الزيت الصخري أو من النفط الصخري. وهذا سيؤدي بالمستقبل إلى بالحقيقة حرب أسعار قد تعيد النظر بهيكلية منظمة الأوبك واستراتيجية تحديد الأسعار ومن هو الذي يتحكم بأسعار البترول. لذلك التوقعات القادمة أنا بتقدير المتواضع هي ليست مشرقة، توقعات سلبية أو متشائمة أكثر مما هي سلبية. متشائمة، لأن الدول النفطية سوف تدفع ثمن كبير نتيجة الانخفاضات المستمرة بالأسعار ونتيجة المنافسة التي تحصل بالوقت الحاضر. أنا بتقديري المتواضع هي ليست منافسة وإنما هي استراتيجية موضوعة لتحقيق أهداف معينة، والدول الكبرى والدول المنتجة للنفط الكبرى تعرف ما هي هذه الاستراتيجية، ما هي الأهداف ضمن هذه الاستراتيجية، وبالتالي أن انخفاض الأسعار لا يرقها بالوقت الحاضر ولا يعمل على إعادة التفكير في إعادة النظر بأسعار البترول بالوقت الحاضر، لأن لديها أهداف تسعى إلى تحقيقها خلال الأشهر القادمة. وأنا توقعاتي أنه الربع الأول من السنة القادمة خلال هذه هذه السنة الربع الأول أو الثلث الأول من هذه السنة سوف تتضح كثير من المؤشرات باتجاه تحديد الأسعار ومن هو الذي سوف يرسم مخطط أو استراتيجية وضع أسعار البترول على المستوى الاقتصادي العالمي. نعم، يعني دكتور طاهر كأني أفهم من هذا الطرح الذي تفضلت به أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني بشركاتها التي حتى تنتج يعني النفط الصخري كان يعني تقف في مواجهة مع منظمة أوبك، أو هي تستدرج الدول يعني الفاعلة في منظمة أوبك إلى يعني منافسة في سوق النفط، ومن الذي يتحكم بالأسعار؟ هل يمكن أن نفهم يعني هذا التصور الاقتصادي يعني بين قوسين؟ ستي العزيزة، هي الشركات الأمريكية وشركات النفط الأمريكية الكبرى هي تتحكم بإنتاج النفط بالوقت الحاضر، وهي التي تتحكم بأسعار النفط على المستوى العالمي، وهي التي لديها خارطة مستقبلية لكيفية المواءمه بين أسعار النفط المستخرج من النفط الأسود والنفط الصخري. لكن السؤال الذي يجب أن يطرح في هذه المرحلة، هل ما هو تأثير انخفاض الأسعار على مستوى الاقتصاد العالمي؟ أنا بتقديري المتواضع أن انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض من الدول المنتجة للتعويض على الانخفاض بالعائدات سوف يؤدي إلى مزيد من الانخفاض بالأسعار، وما يؤدي إلى انخفاض الطلب العالمي، وانخفاض الطلب العالمي سوف يؤدي إلى دخول الاقتصاد العالمي بحالة ركود اقتصادي. وإذا دخل الاقتصاد العالمي بحالة ركود اقتصادي فهنا تظهر مشكلة جديدة هي كيفية معالجة هذا الركود الذي قد يكون امتداد للأزمة المالية الدولية الرأسمالية التي حصلت في 2008. وإذا استمر الركود العالمي خلال سنتين قادمتين، إذا استمرت هذه السياسة فإن هناك التوقعات بأن هذا الركود سوف لا يحل إلا بالطريقة التي حلت، أو السيناريو الذي كان موجود في الثلاثينات، أزمة الثلاثينات أدت إلى الحرب العالمية الثانية. نعم، يعني لهذه الدرجة. طيب، يعني في سيناريو آخر يعني مطروح في هذا النقاش، أنه لو اعتقدنا بأن منظمة أوبك لن يكون لديها النية في خفض الإنتاج، وبخاصة أن المملكة العربية السعودية حتى لا تعطي مؤشر في خفض الإنتاج، وفي عقود يعني ستباع للنفط في شهر فبراير أيضا هي دون الأسعار الحالية يعني المطروحة، إذن هذه تعتبر خفض الإنتاج قضية مستبعدة حاليا بالنسبة لأوبك ولقادة المنظمة. طيب، يرجح محللون أن يصل منتجو النفط الصخري إلى طريق مسدود بعد انتهاء أجل إجراءات التحوط التي اعتمدوه، وأنت تعلم يعني هم يعتمدون على بعض الاستثمارات التحوطية حتى يعني لا يكون لديهم خسارات بهذه الفترة. لكن هذا التراجع الحاد في إنتاج النفط الصخري، هل يمكن من المرجح لاحقا أن ينعكس على عودة أسعار برميل النفط إلى الارتفاع من جديد؟ أنا فقط لدي سؤال واحد، وهو هل أن شركات الإنتاج الصخري هل أنتجت فعليا
وبدات تعرض بالاسواق حتى اثرت على هذه على الاسعار؟ نعم. الجواب كلا. الذي حصل ان دول الاوبك ذات الانتاج الكبير زادت انتاجه وزاد المعروض من الانتاج النفطي، وهذا الزياده بالانتاج النفطي مع طروحات الشركات الامريكيه التي تنتج النفط الصخري بانها سوف تبدا بالانتاج، كل هذا هيئ نفسيا او الاسواق العالميه البتروليه العالميه هيئها بان العرض سوف يزداد على المدى البعيد، وهو فعلا بدا بالزياده، وهذا ما ادى الى عمليه زياده معروض مع انخفاض الطلب. طبيعه الكساد اللي موجود الان في دول اوروبا الغربيه، انخفاض الطلب على الطاقه مع زياده المعروض ادى الى انخفاض الاسعار، انخفاض الاسعار ادى الى تسابق دول الاوبك بعرض المنتوج الاسود باسعار اقل من اسعارها العالميه. نعم. وهذا ما ادى الى تسابق بين هذه الدول الى زياده المعروض والبيع باسعار مخفضه للتعويض عن نقص بالايرادات، وهذا ما ادى الى هذا الانهيار. هناك بعض الدول التي تستطيع ان تنافس كالعراق. نعم. العراق كلفه الانتاج النفطي فيه منخفضه جدا، فاذا زاد الانتاج فان يستطيع ان يزيد الانتاج ويستطيع ان يدخل بالمنافسه، وهناك بعض الدول الاخرى الخليجيه ذات الانتاج ذات الكلفه المنخفضه للانتاج تستطيع ان تصمد وتنافس شركات الانتاج الصخري لانها ذات كلف انتاج منخفضه. يعني لا يمكن لشركات انتاج البترول في نفط الشمال ان تنافس مثلا الانتاج الصخري لانه الكلفه عاليه وصلت اكثر من 28 او 30 دولار، لكنه دول الخليج الان والعراق كلفه الانتاج منخفضه تستطيع ان تنافس. الموضوع هو اكبر من النفط الصخري. نعم. والموضوع هو ان هناك اتجاه عام لتنشيط الاقتصاد العالمي من خلال تخفيض اسعار النفط، لكنه الذي سوف يحصل على الواقع ان هذا التخفيض سوف تستفاد منه الدول المستهلكه، وان الدول المنتجه التي تعتبر او التي تمتلك اكبر قوه طلب عالميه سوف ينخفض هذا الطلب، وما يؤدي الى انخفاض نمو الانتاج العالمي، وما يؤدي بالنتيجه الى دخول الاقتصاد العالمي بنفق الكساد الذي بدأ يتجه الآن باتجاه واضح نحو مسارات المحدد. نعم، يعني أستنتج من حديثك دكتور طاهر أنه قضية يعني الإعلان عن موضوع النفط الصخري واستخراجه ويعني حجم الإمدادات المعروضة في الأسواق يعني أدت إلى تخوف منتجي أوبك وبالتالي زيادة هذا الإنتاج لينافس سعر هذا النفط الصخري، وبالتالي يعني انقلب السحر على الساحر ولمصلحة الدول التي تستهلك الطاقة بشكل كبير منها أوروبا مثلا. لكن يعني بالضبط أوروبا ومنطقة جنوب شرق آسيا والصين. نعم. وغيرها. نعم. كلها استفادت. طيب لكن يعني أنا التقدير المتواضع أن الهدف من تخفيض أسعار النفط هو أبعد من المنافسة مع الشركات الإنتاج النفط الصخري، لأن الشركات الإنتاج النفط الصخري هي نفس تقريبا قريبة على شركات أو نفس الكارتلات النفطية العالمية المترابطة فيما بعضها من حيث المصالح أو المتشابكة من حيث المصالح، فمن غير المتوقع أن تدخل في عملية منافسة. لكنه رغم هذا إذا آمنا بذلك، لكن هناك أبعاد أخرى تسعى منظمة الأوبك والاقتصاد الشركات العالمية إلى تخفيض أسعار البترول بالاتجاه الذي يحقق بعض الأهداف السياسية على المدى القريب، وأتوقع خلال الفترة القريبة القادمة سوف تعلن كثير من الدول التي تضررت والتي لا تستطيع الصمود، ومنها الآن الاتحاد الروسي وإيران تعاني من هذه العملية، وحتدخل دول أخرى. العراق الآن وصل نعم إلى يعني مرحلة فعلاً العائدات 50%. دعنا نعرج على العراق، يعني سأتحول به إلى ضيف آخر سينضم إلي عبر الهاتف، لكن أود أيضا أن أسمع تعليقك على قضية يعني فعلا الموازنة العراقية التي تعاني من عجز يعني يقارب النصف تقريبا، يضاف إليها يعني غير فاتورة محاربة الإرهاب يضاف إليها حاليا قضية تراجع سعر برميل النفط، فعلا كيف يمكن للقائمين على قضية حساب هذه الموازنة والتي هي لغاية الآن يعني لم تقر وهي في مراجعة لاعتماد سعر برميل النفط، كيف يمكن فعلا حساب هذه التأثيرات الخيالية في تراجع سعر برميل النفط على الميزانية العراقية التي يعني آثر المسؤولون الحكوميون أن يرفعوا تصدير النفط بشكل غير مسبوق في ديسمبر الماضي؟
نعم، تقوم بتصدير 3.3 بالعشرة، وهذا لم يتحقق. الذي يتحقق الآن هو بحدود، يعني هم اقترحوا 3.3 بالعشرة على أساس 2.75 من حقول البصرة، أي حقول الجنوب، و550 من حقول كركوك والشمال. حتى لو افترضنا أنه هذا الرقم صح وهو غير دقيق، فلو ضربنا هذا الرقم بأسعار البترول اللي أسعار النفط اللي هي 50 بالوقت الحاضر أو أقل، وبما أنه النفط العراقي الذي يصدر من الجنوب هو ذات كثافة أقل، وبالتالي ينخفض 3.5 دولار عند البيع، فيعني يصير السعر 46.5، نضربه في 365، فالعائد يكون بحدود 56 مليار. 56 مليار، نعم. إذا طرحنا منها 17% حصة الإقليم، وضفنا عليها 1.1 مليار حصة البيشمركة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى انخفاض عائدات البترول بحدود، يعني نوصل بحدود 47 مليار. المشكلة أين تكمن؟ تكمن بأن الرواتب 40 تريليون، والرواتب التقاعدية 9.2 بالعشرة تريليون دينار، إذا الاثنين يشكلون 49.2 بالعشرة تريليون اللي هي بحدود 40 مليار. فإذا هنا احنا عندنا 56، إذا طرحنا من عندها بحدود 12 مليار، يبقى عندنا 44 مليار احنا نستلم دولار، يعني والمطلوب من عندنا فقط رواتب وتقاعد بحدود 49 تريليون اللي هي بحدود 40، يبقى فقط لدى الدولة بحدود 4 مليار دولار. نعم. وإذا انخفض النفط إلى 45 دولار، فإن ذلك سوف يحقق عائد قدره 49، وإذا طرحنا من عنده أيضا هذا المبلغ، حيكون عندنا بحدود عجز 223 الموازنة، حيبقى عندنا هنا 41، حيكون العجز عندنا 82 مليار. نعم. في حين العجز في الرقم الأول حيكون 77 مليار. يعني نعم. الآن الوضع العراق في ظل هذه الموازنة المبنية على الهدر وعدم ضبط النفقات، وسوف يؤدي إلى كارثة للاقتصاد العراقي، وبالتالي أتوقع أن الاقتصاد العراقي سوف لن يستطع أن يقف على رجليه إذا استمرت هذه الطريقة في عملية حساب. نعم، يعني أنت دكتور طاهر غير متفائل بارتفاع الصادرات النفطية، يعني بأنها ستكون الحل الأنجع للتغلب على مشكلة العجز الموازنة أيضا لهذا العام. ست العزيزة، احنا بدنا نحسب على 3.3 بالعشرة، في حين الإنتاج الفعلي الآن المعلن من قبل وزارة النفط هو 2.9 بالعشرة، و2.9 بالعشرة عن 3.3 بالعشرة يعني 400 ألف برميل باليوم، احنا حاسبين زيادة. نعم. حاسبين زيادة 400 ألف برميل، حاسبين زيادة، وهذا يعني أنه الأرقام اللي طرحتها لحضرتك هي أرقام الفعلية أقل من هذه بكثير، يعني بكثير. يعني إحنا عندنا الموازنة 123، على السيناريو الأول إذا بقانا 44 مليار، حصلنا على 44 مليار، حيكون عجز 77 مليار. بالسيناريو الثاني حيكون العجز عندنا 81 مليار. فالعجز 81 مليار من اين تغطيه الحكومه؟ فعلى الحكومه الان ان تعيد النظر باوجه النفقات. الان اللي مطروح بتطرح الحكومه على مجلس النواب وبيقروا هي مساله الادخار الاجباري من الموظفين. والادخار الاجباري لا يشكل نسبه كبيره، خاصه ان التطبيق بيتم على اساس عندنا 40 تريليون رواتب الموظفين، 40 تريليون رواتب الموظفين، كم سوف تكون نسبة الادخار الإجباري من هذه ال 40 تريليون؟ هذه لا تعمل على معالجة عملية كبيرة جدا أو عجز كبير جدا بالموازنة. على الحكومة أن تأخذ بنظر الاعتبار وهي تخفيض النفقات السيادية والحمايات، أي تسمى بالنفقات غير الضرورية. نعم. هناك تصريح أو تعليق لمستشار رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، قال بأن هذه الموازنة هي موازنة سيادية، لم نعمل شيء سوى أنه عملنا على
تجذيبها وتنظيفها مما كان يحصل في الوقت السابق، وجعلناها موازنة اعتيادية. سابقا كان هدر، بشكل آخر قال بأننا عملنا على إزالة الهدر. والدكتورة ماجدة التميمي تقول بأنه لحد الآن هناك قنابل موقوتة في فقرات الموازنة من الممكن أن تعالج أو تعاد النظر بها من أجل الوصول إلى إلى موازنة حقيقية. الآن الاقتصاد العراقي والذين يقومون على وضع السياسة الاقتصادية هم على المحك من أجل إنقاذ العراق من السقوط في هاوية أو نفق الإفلاس الذي بدأ يلوح بالأفق. نعم، اتضحت الصورة، وشكرا جزيلا دكتور طاهر يعني على هذا الطرح القيم الذي أدليت به في خلال هذه الأسئلة التي وجهتها إليك. شكرا جزيلا على انضمامك معنا، وأنت الباحث والأكاديمي كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونعود لمتابعة محور آخر من هذه الحلقة، كونوا معنا. شعوب سعت إلى الحرية وكرامة إنسانها، أوطان غابت فيها قيم الحق والعدالة، فثار أهلها وأعلنوا أن صوتهم هو الأعلى من صوت الحاكمين. طغاة روعوا شعوبهم وأذلوها، بددوا الثروات وأورثوا أوطانهم الخراب والدمار. رغم أن الأوطان تصغر أحياناً وتصبح أداة رخيصة بيد الزعيم، إلا أن الحرية تعيد الوطن إلى أهله وتطوي صفحة الطغيان. التغيير كانت هناك. أهلا بكم مجددا مشاهدينا، نعود للحديث في برنامج الاقتصاد في الساعة حول محور هام، وهو طبعا انخفاض سعر برميل النفط العالمي يلازم ارتفاع آخر للصادرات النفطية العراقية بشكل غير مسبوق. ينضم معي في هذا المحور عبر الهاتف أيضا من عمان دكتور صباح. علو، مرحبا بك دكتور صباح. أستاذ صباح، عفوا. اهلا ومرحبا. نعم استاذ صباح، كنا يعني نتحدث في محور سابق عن قضيه انخفاض سعر برميل النفط ودخول منظمه اوبك يعني على الخط في معركه كسر عظم مع منتجي النفط الصخري، ويعني هذه القضيه لها حتى ابعاد سياسيه، لكن الان سنتحدث اكثر عن الوضع العراقي. يعني انخفاض سعر برميل النفط هو ما اعلنت وزاره النفط العراقيه انه صادراتها في هذه الاجواء من النفط قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ وسط سبعينيات القرن الماضي، لتصل في شهر ديسمبر إلى نحو يعني 2.94 تقريبا، يعني مليون برميل يومي. يعني إذا هذا الارتفاع غير المسبوق منذ 35 عام، إلى أي درجة ساهم أستاذ صباح في تراجع جديد وآخر لسعر برميل النفط العالمي؟ تحية لكم ولبرنامجكم المفضل. أهلا. في الاقتصاد، خاصة الاقتصاد العراقي. لو نأتي إلى إنتاج الزيت الصخري في العالم، نعم، نلاحظ أن تكاليف إنتاجه لا تسمح ببيع النفط بهذه الأسعار المنخفضة.
فأوبك أوبك بالتأكيد تستند إلى هذه العوامل الأساسية في تكاليف إنتاج البرميل الواحد. إنتاج أوبك يتراوح بين 7 إلى 30 دولار للبرميل الواحد في مختلف دول الأوبك. نعم. بينما إنتاج الزيت الصخري في العالم وبالذات في الولايات المتحدة الذي فتح لها أبواباً لوظائف جديدة وساعد في نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، تراجع أسعار النفط في أقل من 80 دولار سيؤثر سلباً على الولايات المتحدة أيضاً في مسألة الاستمرار في إنتاج الزيت النفطي الذي يكلف تكاليف عالية أعلى من إنتاج النفط الاعتيادي. نعم. هذا العامل يشكل إن نقطة نقدر نقول عنها متفائلة في إمكانية الاستمرار في الانخفاض، وإنما قد يؤدي ذلك في نهاية هذا العام إلى ارتفاع قد يصل إلى 80 أو 90 دولار. نعم. هذه العملية مقارنة بالنمو الاقتصادي العالمي الذي يؤشر بزيادة محتمل 1.3% في عملية الاستهلاك للنفط. نعم. مما دفع الأوبك ودول كثيرة غير خارج الأوبك إلى زيادة العرض في السوق العالمية للنفط، مما سبب عملية الانخفاض، ناهيك عن التفسيرات المختلفة لانخفاض النفط الذي تقترن بعمليات سياسية في العالم. طبعا. نعم. هذا الجانب يشكل إن ملامح خطيرة خصوصا على الاقتصاد العراقي، وهذا اللي يهمنا بالدرجة الأساسية. نعم. لكن وانعكاس هذا الانخفاض على الموازنة أثر بشكل كبير وأدى إلى أن تأتي الموازنة 2015 مرتبكة. نعم. حيث تتضمن العديد من العثرات، وأكد عليها ضيفكم الكريم الدكتور طاهر البياتي. نعم. طيب أستاذ، نعم أستاذ صباح، يعني اسمح لي أيضا يعني في هذا السياق أنه مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح توقع، حتى هو يعني وهو يعني خبير اقتصادي مهم، توقع بتأخير إقرار الموازنة بسبب أسعار النفط، وحتى يعني طرحوا مقترحات لمعالجة هذا العجز. هناك من اعتبر أيضا أنه تأثيرات خطيرة على وضع الموازنة الاتحادية لهذا العام، حتى بعد أن تراجعت أسعار بيع النفط العراقي إلى 45 دولار هذا الأسبوع. إذن هل سيترتب على ذلك حتى إعادة النظر بمشروع الموازنة الذي قدم إلى مجلس النواب؟ هل تعتقد ذلك؟ بالتأكيد أكد على هذا الجانب السيد رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي أن سيتم عملية إعادة النظر من الصفر بهذا المعنى. يعني أبلغ السيد العبادي رئاسة البرلمان أنه سيتم تشكيل لجنة للنظر في صياغة موازنة جديدة من الصفر، وأن يتركز الإنفاق على الأولويات المطلقة، ويتم تقديمها إلى البرلمان خلال أسبوع أو 10 أيام، وتم ذلك وأيضا تحتوي على بعض العثرات. أحب أن أضيف إلى ما ذكره الدكتور طاهر البياتي. تفضل. وهو تتضمن الموازنة استحداث وظائف بأكثر من 100,000 وظيفة جديدة خلال هذا العام، منها 85,000 خاصة بوزارة الدفاع والداخلية، علما بأن الموازنة تتضمن
21% من نسبة الموازنة للدفاع، رغم الانخفاض، الانخفاض الحاصل في الموازنة عن قيمتها عما كانت عليه في 2014 التي كانت تتضمن حوالي 150 مليار دولار. أما الموازنة في 2015 اللي هي لم تقر لغاية الآن، نعم، تقدر بحدود حوالي 103، أي بحدود حوالي أكثر من 27% منخفضة عما كانت عليه في 2014. نعم. رغم وعكس ذلك هناك زيادة في عمليات الإنفاق على الدفاع والداخلية بنسبة حوالي أكثر من 4%، حيث كانت في 2014 نسبة الميزانية في للدفاع والداخلية تقدر بحدود حوالي 17.4%. نعم. أما حاليا 2015 ازدادت هذه النسبة نتيجة توسع العمليات العسكرية بشكل كبير جدا في محاربة الإرهاب بكل أشكاله داخل العراق، وأصبحت بحدود حوالي 21% من الميزانية رغم انخفاض قيمة الميزانية. ولو حصل انخفاض في أسعار النفط في الأشهر والأسابيع القادمة أكثر، سيؤدي ذلك إلى إرباك عمليات الصرف وتحقيق الموازنة بشكل سليم وصحيح، اسوة ومقارنة بما كانت عليه في 2014، علما بأن السيد رئيس الوزراء يعمل على وضع الموازنة على السكة الحقيقية الصحيحة بالاتجاه الصحيح في عمليات الإنفاق والصرف. ولكن من المفروض أن يتم المطالبة بشكل كامل من وزارة المالية وكذلك أيضا التخطيط أن تقديم الحسابات الختامية لموازنة 2014 كي يستطيع خبراء الاقتصاد في وزارة النفط والاقتصاد والتجارة والداخلية ورئاسة الوزراء أن تضع ميزانية حقيقية تستطيع أن تسير بشكل سليم مع المتغيرات الحاصلة في أسعار النفط. نعم. طيب يعني أستاذ صباح، أنت تعلم أنه يعني اقتصاد مثل الاقتصاد العراقي وهو اقتصاد ريعي ويعتمد على يعني مورد واحد وهو النفط، يعني طوق النجاة لهذا الاقتصاد دوما هو الذهب الأسود، هو النفط. جميع المعلومات يعني والمؤشرات التي تأتي من صناعة النفط العراقية تقول أنه يعني هذه الصادرات كحل ستكون في ارتفاع، ومن المفترض رفع الطاقة التصديرية مثلا من حقول كركوك حتى الشمالية في إطار الاتفاق بين الحكومة الاتحادية والإقليم الشهر الماضي، إلى هذا هو الاتفاق النفطي الهام، إلى ارتفاع على 300,000 برميل لسد متطلبات الموازنة، حتى إضافة إلى تصدير 250,000 برميل من حقل الإقليم. طيب يعني أستاذ صباح، هل تعتقد بحق أنه هذه السياسة النفطية ستكون كفيلة بسد العجز في الموازنة الاتحادية التي أظهرت عجز تحدثت عنه ويتحدث عنه الكثير يتجاوز نصفها لغاية الآن؟ لا شك أن زيادة في إنتاج النفط العراقي وعرضه في الأسواق يشكل نقطة سلبية ليس فقط للعراق وإنما لأوبك وعموم العالم. نعم. جميع دول العالم المنتجة للنفط وبالذات أوبك متمثلة برأسها في العربية السعودية وإيران ودول الخليج بشكل عام، هذه الدول ستتأثر بشكل كبير جدا من انخفاض أسعار النفط، والعملية أسعار النفط خاضعة لعمليات العرض والطلب. زيادة الإنتاج النفطي العراقي وبشكل سريع جدا لا يخدم الموازنات الحقيقية في داخل العراق، نعم، بل سيؤدي إلى انخفاض أكبر لأسعار النفط ما لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية في خلق فرص جديدة للإنتاج لغير النفط، لإنتاج سلع ومواد أو سد حاجة السوق من مواد مختلفة يتم استيرادها من خارج العراق وبالذات الإنتاج الغذائي، الإنتاج الزراعي.
يتطلب من الحكومة العراقية أن تعمل، وهذا أكد عليه أيضا السيد العبادي قبل يومين. نعم، يعني أنت تتحدث أستاذ صباح عن تنويع يعني موارد الدخل وتنويع موارد الاقتصاد العراقي، لكن دعنا نعود أيضا إلى الموضوع الرئيسي وهو النفط. بعض المراقبين وجدوا أن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل هذا الأخير هو يزيل العقبات التي وضعها رئيس الوزراء السابق نور المالكي، وأنت تعلم أنه يعني هو كان يفرض على الشركات مثل إكسون موبيل وحتى لوك أويل الروسية الاختيار بين العمل في كردستان أو العمل في حقول وسط وجنوب العراق، لكن بعد هذا الاتفاق النفطي هل يمكن التعويل على هذا الاتفاق في ديمومة تدفق إمدادات نفطية من العراق إلى الأسواق العالمية والحفاظ يعني دعنا نقول عن حصة سوقية مهمة للعراق في هذه الأسواق؟ لا شك الاتفاق بكل أشكاله سينعكس إيجابا على المسيرة السياسية. نعم، المسيرة السياسية بالدرجة الأساسية، لكن توقف النفط عبر جيهان التركي عن الخط العراقي التركي من كركوك لفترة طويلة سبب خسائر كبيرة جدا للعراق، كلفته أكثر من 50 مليار دولار. نعم، الاتفاق الأخير ما بينه كردستان والمركز في بغداد الحكومة الاتحادية إيجابي من ناحية سياسية، بحيث وضع أن عمليات التصدير للنفط عبر كل أشكال الحدود العراقية يكون عبر شركة سوما. نعم، وهي الشركة الوحيدة التي تمتلك إمكانية التحكم بعمليات التصدير. هذا جانب. جانب آخر، نعم، وضع جميع الإيرادات سواء عن طريق كردستان أو عن طريق الجنوب أو عن طريق أي كانت الشركات النفطية أنها تكون في سلة واحدة ضمن ما تراه الحكومة الاتحادية في عمليات توزيع هذه الإيرادات وفق الميزانية. نعم، لكن قد تكون هناك اتفاقات غير معلنة، وهذا قد سيؤثر مستقبلا ويؤدي إلى عمليات التعثر في المسيرة إذا ما اختلقت أزمات جديدة، خصوصا في انخفاض أسعار النفط. نعم، يعني نعم. العراق وضع ميزانيته على أساس 3.3 كما أكد ضيفكم الكريم الدكتور طاهر. من يقول أن العراق يمتلك فعلا هذه الأرقام، أنه 3.3 مليون برميل يومية وقد يستطيع زيادة هذه الإمكانية في عملية الإنتاج اليومي وتصديرها؟ هذا نعم، هذا هو النقطة الغامضة الغير واضحة المعالم في الميزانية العراقية ما أقرت. نعم، وعلى أساس 60 دولار للبرميل الواحد. نعم، أما زيادة الإنتاج ليس العراق، إيران أيضا تسعى في زيادة إنتاجها لتعويض الفرق في الميزانيات والتكاليف المختلفة، وكذلك أيضا السعودية والعالم يعني بالتالي يعني دعنا لأنه أدركنا وقت البرنامج أستاذ صباح، أرجوك يعني في دقيقة لو سمحت أن تقدم لي يعني تصورك حول هذه الأزمة. إذا افترضنا أنه يعني عملية رفع الصادرات لن تأتي أكلها في قضية معالجة العجز الموازنة، بالتالي هل نحن بحاجة إلى هيكلة القطاع النفطي والقيام بإجراءات اقتصادية إصلاحية تصحيحية؟ أرجوك في دقيقة. بالتأكيد لمواجهة الأزمة الاقتصادية للحكومة الجديدة، خاصة أولا الاستمرار في محاربة الفساد المالي والإداري، الاقتراض من المصارف المحلية دون اللجوء إلى البنوك الدولية لتحقيق العجز. نعم، إطلاق السندات الحكومية، وهذا أيضا برنامج سيعمل على جذب الاستثمارات المحلية، تحريك أموال شركات التأمين بالعراق، الإسراع في اعتماد الموازنة. 2015
للحد من زيادة المحافظات التي أعلنت الإفلاس مثل محافظة كربلاء والأنبار وواسط. نعم، يعني اتضحت الصورة أستاذ صباح، أعذرني للأسف، يعني فعلا انتهى وقت البرنامج، وشكرا جزيلا لك على هذه المداخلة القيمة وهذه الاستفاضة في الطرح حول الملف الاقتصادي العراقي. شكرا جزيلا لك أستاذ صباح علو. مشاهدينا، يعني تبدو الحكومة العراقية مندفعة لضمان تدفق أكبر كمية من الصادرات النفطية لتخفيف أزمتها المالية الخانقة بسبب انحدار أسعار النفط، ارتفاع فاتورة الحرب ضد تنظيم الدولة داعش. حكومة بغداد ماضية إذا مشاهدينا بعد الاتفاق النفطي مع حكومة إقليم كردستان إلى قفزة غير مسبوقة في إنتاج النفط. لكن هل هذا التوجه الحكومي نحو رفع الطاقة التصديرية هو كفيل بخروج الاقتصاد العراقي من عمق الزجاجة؟ هو سؤال مفتوح لكم ولنا. لا أنسى في ختام هذه الحلقة مشاهدينا أن أشكر ضيوف الذين انضموا معي عبر الهاتف من عمان، دكتور طاهر البياتي وهو الأكاديمي والباحث في الشأن العراقي، أيضا أستاذ صباح علوك أيضا كان معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لهما، وشكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.